السلام عليكم المتتبعين ديالي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. انا راني في الدوريت بوزيان، راني عند خالتي زينب. بغيت نشارك معكم واحد الحاجه درتها هذا النهار. المهم كان التليفون عندي طافي، داكشي علاش ما صورت لكمش انني راني عجنت ونطيب في الفران ديال المسيره. المهم الطاط ديال خالتي بقاو معايا، راني غنمشي نهرس العواد مع خالتي، راها كتهرسهم باش نخبزو. انا اللي غنخبز ان شاء الله. هذه البقولة تبارك الله، احنا بقلنا منها قبيلة شوية انا والوالدة، غديوها معانا تغطاها مشو بحالنا. راه الكرمة عندها، شوفو الشيبة تبارك الله. تاج البلدي، يا سلام. الجبانة الهندية، شفتو طيبتنا خالتي الحرشة على العواد، يا سلام كتعجبني بزاف. سعدات الناس البلدية والله، شتو الهندية راها قابطة لتحت غير مدرقة هاديك الصابرة. اليوم الغياب بين عطيه الشتا، الله يرحمنا. احنا شعلنا العافية، غنخبزو الخبز. هاد الفران عند خالتي شحال هادي ما طيبات فيه، داكشي علاش ولا هكا مع الشتا ما كانش مغطيه. هانتوما انا غنمشي نجيب الخبز. هاي هاي هانتوما خالتي اللي دارت العافية، دابا كنت كنهضر في التليفون. ها الخبز اللي عجنت على ما يسخن الفران، عاد نطرحو الخبز في الفران باش طيب. بقاو معانا هانتوما، احنا دايرين العافية باش يسخن الفران. هانتوما دابا غنطرحو الخبز، مكاينش شكون اللي غيصور، خالتي غتقوم بالمهمة.
شحال اخالتي واش كيتعطل في الطياب؟ كيتعطل في الطياب شويه. المهم بقاو معنا حتى يطيب الخبز وتشوفوا ان شاء الله. اول فران خالتي ها الخبز ديالنا طلينا عليها لقيناها طابت. شوفوا تبارك الله كي جات. شفتوا الخبز ديالي؟ قالت لي خالتي تبارك الله عليك. طيبة تبارك الله من الجهات كاملين. هذا هو الخبز ديالنا. شوفوا تبارك الله كي جات. شفتي الخبز ديال الحياة. راه ما لقيتش شكون يصور لي وصافي. ولكن حتى خالتي مسكينه راه هي اللي دارت العافيه. ان شاء الله حتى المره اخرى ونصور معكم فيديو. كنعجن وغنجمع العواد يعني غندير العافيه غندير كل شيء ان شاء الله باذن الله. نتمنى يكون الفيديو عجبكم. كنتمنى الفيديو ديال هذا النهار يكون عجبكم. السلام عليكم. نتلاقاو في فيديو ان شاء الله اخر.